تلاحظون الأيام الأخيرة أن التعصب الرياضي صار عند النساء أكثر من الرجال، وخاصة للوسط الفني، يعني من فنانين وفنانات. لكن نشوف أكثر شيء ما نشوفه الآن التعصب الرياضي عند بعض الفنانات ونشطات التواصل الاجتماعي، من مشهورات، من ممثلات. يعني الآن نشوف يعني ممثلة ولها اسمها بالوسط الفني، تلقونها جالسة تحلل لمباراة للهلال أو للنصر. طيب أنت ممثلة وهذا ما هو من اختصاصك كممثلة، أنت لتس الساحة التلفزيونية ولتس التصوير والتمثيل، واتركي الكورة على جنب. وهل يا جماعة الخير أن الممثلة أو الناشطة الاجتماعية بالسوشيال ميديا إذا كان لها ميول للفريق معين تشجعه هي، هل هذا يؤثر عليها في الساحة الفنية؟ أكيد نعم يؤثر عليها. أنا كمشجع، نضرب مثلا، أنا كمشجع اتحادي وأشوف هذه الممثلة تميل إلى نادي مثلا الهلال أو نادي النصر، أكيد أني أنا ما راح أصير في صف هذه الفنانة، راح ما أطالع في هذه الفنانة، ولا أحب تصوير هذه الفنانة، ولا أحب تمثيل هذه الفنانة. فهذه رسالة مني يعني البعض الممثلات، الرجال ما شاء الله عليهم يعني فيهم ذكاء شوي في الوسط الفني، لكن النساء مرة جايات على وجيهن. أنا أشجع النادي الفلاني وأنا أميل للنادي الفلاني وأنا ما. أنت كممثلة احسبي حساب إذا طلعتي بتصوير تميلين النادي أو شيء، احسبين فيها النادي له جمهور، سواء له جمهور معه وله جمهور منافس، فلا تخسرين جمهورك إذا كنتي أنت بالساحة الفنية. بس والله، وهذه والله وجهة نظر مني، وإذا تشوفون في أي ملاحظة اكتبوا لنا بالكومنتات، خلونا نفيد ونستفيد.